كنشكر جميع الصحفيين الحضور ديال مجمع السي طيبي لتوضيح بعض الامور اللي كانت في الدورة السابقة ما حصلناش على الأغلبية وفقدنا بزاف ديال النقاط تعرضوا لها بعض المستشارين رغم أنها تتصب في اتجاه ديال المواطن. واليوم بفضل إعادة الأغلبية وبفضل ديال السي علي الباب اللي هو دعم الأغلبية وعطاء دفعة قوية لهاد الجماعة باش يمكن لها تسير في اتجاه الصحيح. وكانت نقاط اللي هي مهمة غالبا كلها لفائدة الساكنة من على سبيل المثال نذكروا مثلا دوك الممرضات والأطباء اللي غيجيو مثلا يشتغلوا في قاعة الولادة، غنذكروا على سبيل المثال الإنارة ديال حكوش اللي تيفتقدوها الناس مدة زمن طويل. وكاين بعض النقاط الاخرى، كان نقطه مثلا ديال قطاع دوزا دو اللي كانت واحد المبلغ مالي اللي هو 130 مليون درهم، لهذاك المبلغ اللي كان غادي باش يدير الحمايه ديال ديك القنوات ديال الماء، واليوم تمكنا باش نصادقوا على هاد النقاط المهمه والحمد لله الامور غدا مزيان ورجعنا النصاب ديالنا وما يكون غير خير ان شاء الله. بالنسبه لهاد النقاط هادو اللي درجنا دابا، النقاط اللي تيهموا الساكنه ديال سيدي الطيبي، علاش لحقنا عليهم وعاودنا دوره استثنائيه بان ما يزيد على 76 ولا 80 الف نسمه ديال الساكنه ديال سيدي الطيبي ما عندهاش مستشفى ديال الولاده، ما عندهاش مستشفى مستعجلات ديال القرب، الا تجرح لينا غير واحد خصنا نقلبوا على بلاص، خصنا نهزوه حتى للقنيطره، خصنا نهزوه. اذا هاد الشيء علاش درنا اتفاقات شراكه مع وزاره ديال الصحه. وبالنسبه للناس ديال حكوش اللي كانت رفضات لهم الضوء، اللي الضوء اللي هو اهم شي حاجه عند الناس، عند المغاربه كاملين او عند العالم، الضوء لما كانش ما يمكنش، لا يعقل انه باقي شي واحد ما تيضوي بالشمع. اذا حنا هذا الشيء علاش لححنا باش الناس ديال حكوش حتى هما مساكن ياخذوا الضوء ديالهم الرسمي كباقي الاحياء وكباقي الجماعات الاخرى. بالنسبه للدوزادوه اللي بعض الاخوان اللي كان فيها الجدل ديال النقطه ديال 130 مليون باش نعطيوها لونيب باش دوز باش دير لنا واحد ريبورتاج ديال الماء باش تغطي الماء ديال القنوات ديال الماء. علاش؟ بالنسبه راه ممكن لونيب او العمران او هذا دوزها دابا، ولكن غادي دوزها لنا بالبافي او شارع من بعد غيولي الناس يبغيو يبنيو تما، وهما هذيك الطريق انها تجاريه غيبغيو يبنيو الناس وغادي تفرع لنا ذاك القادوس وغادي نضطروا انه الجماعه غادي تخلصها من مالها الخاص من الميزانيه ديال الجماعه. اما دابا حاليا خلصناها من الميزانيه ديال العمره، الميزانيه ديال اعاده الهيكله. بالنسبه لهاد الناس هادو حيت لا يعقل ان السيد اللي يبنى ليه كان ساكن في صندوق او ساكن في عشاء او في دار الى اخره، مريبين ليه. كاين اللي عندي انا عندي دواسه ديال انه الناس من 2020 مريبين ليهم ما بناوش، لا يعقل واحد ديتيه من هنا شرتيه. اذا حنا تنعرفوا الناس ديال الساكنه ديال سيدي الطيبي، حنا ناس ضعفاء، ناس دراوش تنجيبوا على لقمه ديال العيش. مخير هنا الا بغيتي تشوف سيدي الطيبي اجي شوف مع الخمسه ديال الصباح، شوف الناس كلها تتخرج تخدم عاد تجي سيدي الطيبي على شكل وطيل، تيجيو الناس عيني عسو فيه ما فيش الخدمه. اذا حنا تنقولوا من هاد المنابر الاعلاميه او المجلس موقر سيد الرئيس تنحاولوا اننا نجيبوا شي مشاريع كبرى اللي يخدموا فيها اولاد المنطقه والناس ديال الساكنه ديال سيدي الطيبي باش ما يبقاش عندنا الفقر ولا اخره. وشكرا.